يبقى نفتح دلوقتي عشان نطبق، نفتح على سورة البلد ونطبق على الإدغام بقسميه. فتحنا المصحف على سورة البلد كما ترون، وأثناء التطبيق يعني هنشير إلى الحكم السابق اللي هو الإظهار، وأيضا سننبه على الأحكام القادمة بإذن الله تعالى تبعا للحروف التي ستأتي بعد النون الساكنة والتنوين في كل تطبيق. هكذا هنحاول نذكركم بالحروف بتاعت كل حكم، وأيضا نلفظ به ونقول ده إخفاء ولا ده إدغام ولا ده إقلاب ولا ده إظهار، حتى تثبت مع التكرار إن شاء الله أولادنا وكل المتابعين يعرفوا الحرف ده لما يجي بعد النون الساكنة يبقى حكمه كذا، حكمه إظهار أو إدغام، إدغام بغنة ولا إدغام بدون غنة، ولا إقلاب ولا إخفاء، وهكذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قول معايا: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. قول معايا ونتعلم، لما تشوف العلامة دي هي علامة المد. نقول تاني: لا أقسم بهذا البلد. ولاحظ أنا عملت هنا إيه في القاف؟ قلقلة. قول معايا كده: لا أقسم بهذا البلد، وقلقلة الدال لما وقفنا عليها. أنا عاوزك تكرر معايا عشان تقرأ السورة بعد كده لوحدك كمان مرة. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. هنا سؤال، هنا نون ساكنة ما عليهاش حاجة، النون الخالية من الحركات. إذا أشوف إيه الحرف اللي جه بعدها؟ حرف التاء. التاء ده يبقى من حروف إيه؟ أنا سامع واحد أهو بيقول أيوة، التاء ده من حروف ال 15 بتوع الإخفاء، يبقى حكم النون هنا إيه؟ الإخفاء. إخفاء بغنة. طب وهنا حل بهذا؟ أهو الحكم ده بيقول لك الباء لما تيجي بعد التنوين أو بعد النون يبقى نقلب زي ما هنشرح بعد إن شاء الله، يبقى حكمه الإقلاب. لما تلاقي الميم الصغيرة دي مع الحركة تعرف إن الحكم هنا الإقلاب مع الغنة. يبقى هنقول: وأنت حل بهذا البلد. قول معايا كمان مرة: وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. واحد هنا يقول لي في تنوين، طب بعد التنوين ده ايه؟ واو، والواو دي من حروف ينمو، يبقى هنعمل ايه؟ وجوب الادغام، ادغام التنوين في الواو هكذا مع الغنة. ووالد وما ولد، ونسميه ادغام ناقص. ليه؟ لان الغنة ما زالت موجودة معانا، ادغام بغنة وهو ادغام ناقص. قول معايا كمان مرة: ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. كلمة الإنسان خلاص عرفنا ان دي إخفاء على طول، لان السين جت بعد النون هي من ال 15 حرف، لان انا عارف ان ستة الإظهار دي مش منهم، السين مش منهم، الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء، ولا كمان من ستة الإدغام اللي هي يرملون، ولا الباء بتاع الإقلاب. يبقى إذن على طول وانا مغمض دي من ال 15، يعني الحكم هنا الإخفاء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. هنا نون ساكنة وبعدها اللام. اللام دي من حروف الإدغام يرملون، طب هي مش من ينمو، يبقى من الإدغام بدون غنة. إن لام جت بعد النون الساكنة يبقى هندغم مع عدم وجود الغنة، اسمه إدغام بدون غنة اللي هو الإدغام الكامل. طب وبعد كده جت لي نون ساكنة وبعدها الياء، من حروف ينمو، يبقى إدغام بغنة. يبقى عندي في الجزء الأول ده إدغام بدون غنة، والجزء الثاني
إدغام بغنة، هننطق إزاي؟ هكذا، قول معايا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. تلاحظ إن أنا نطقت باللام المشددة، لغيت النون ونطقت لام مشددة، ال، لكن هنا نطقت بالياء المشددة، هنا بدون غنة وهنا بغنة، هكذا: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. طب لو وصلنا كلمة أحد بما بعدها هيترتب إيه؟ هيترتب تنوين وبعده ياء، يبقى الحكم هنا إدغام بغن. طب وبعدين هنا كمان هيقابلنا ما لن لبدا، تنوين وبعده لام، لسه عملناه هنا مع النون اللي جت بعدها اللام، برضو التنوين هو بعده لام، يبقى هيكون الحكم هنا إدغام بدون غن. نوصل للآية: أن لن يقدر عليه أحد يقول، أحد يقول، أدغمنا التنوين في الياء. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول، يقول أهلكت مالا لبدا، إدغام بدون غن، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. أيوة أنا سامع واحد بيقول لي أنت أضغمت هنا، أيوة فعلا أضغمت، نون أهي نون ساكنة وبعدها اللام، قول معايا كمان مرة: أيحسب أن لم يره أحد، وعلامة المادة: ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين. إيه اللي احنا عملناه هنا؟ تنوين وبعده الواو، إدغام بغنة، ليه؟ لأن الواو من حروف ينمو جاءت بعد التنوين، سواء كان التنوين بقى مفتوح كهكذا أو مضموم أو مكسور كما سيقابلنا بإذن الله. ولسانا وشفتين، ونقول عليه إدغام إيه؟ إدغام بغنة، وهو إدغام ناقص لبقاء الغنة. وهديناه النجدين، لما نلاقي نون مشددة أو ميم مشددة نعمل فيها غنة حركتين هكذا. وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، نقلقل هنا القاف، فلاقتحم العقبة، نقول تاني مع بعض: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. هنا تنوين وبعده الفاء، هل الفاء دي من حروف الإظهار؟ لا. هل هي من الست يرملون حروف الإدغام؟ لا. هل هي باء حرف الإقلاب؟ لا، يبقى على طول إخفاء، نخفي التنوين في الفاء هكذا. أو طعام في يوم ذي مسغبة، كذلك يوم ذي مسغبة، عملنا إخفاء. يتيما ذا مقربة، شرح هكذا برضو تنوين بعده الذال من الخمستاشر، يبقى حكمه الإخفاء. أو مسكينا ذا متربة، إخفاء أيضا. ثم كان، شايف الشدة؟ قلنا لما نلاقي الشدة على الميم أو النون نعملها غنة مقدار حركتين. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، قولها كمان مرة معايا، خد نفس. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة،
خلي بالك هنا ما تقولش قول نرقق الهمز كمان مرة. أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. شايف آخر حاجة تنوين بضمتين وبعده الميم من حروف ينمو. مين يقول لي الحكم ده ايه؟ ايوه تمام، ادغام بغنة لوقوع الميم بعد التنوين، وهو ادغام ناقص لبقاء الغنة وذهاب التنوين، ذهاب الحرف وبقاء الصفة اللي هي الغنة. اذا كما رأينا طبقنا على حكم الادغام بقسميه، الادغام بغنة والادغام بدون غنة، وعرفنا مستثنيات الادغام. سؤالنا في آخر هذه الحصة، عرف الادغام لغة واصطلاحا، وما هي حروفه، وما هي مستثنياته، مستثنيات الادغام، وما هو الادغام الكامل، وما هو الادغام الناقص. نلقاكم في حصة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين، والحمد لله رب العالمين.